وبهذه المناسبة يسرنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف سعادة الدكتورة جهاد الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى. مرحبا بك دكتورة معنا في نشرة الثالثة، ونود أن تحدثينا عن العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة. أمسي عليكم بالخير. طبعا العلاقات البحرينية المغربية تحظى بمكانة رفيعة وباهتمام كبير في مملكة البحرين وعلى أعلى المستويات. تابعنا جميعا حرص جلالة الملك المعظم على تهنئة أخيه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى احتفال المملكة المغربية بعيد العرش، وأيضا تهنئة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. أرى أن العلاقات بين البلدين في تطور مستمر، وتستمد قوة هذه العلاقات من المواقف الصلبة اللي يتخذها كل بلد دعما للآخر. فمملكة البحرين تقف بقوة مع الموقف المغربي الذي يؤكد الدعم لمغربية الصحراء، وهذه طبعا تجسد من خلال فتح قنصلية بحرينية في منطقة العيون في الصحراء المغربية ب 14 ديسمبر 2020. في المقابل أيضا نرى أن المغرب وقف بشكل حازم في 2009 تجاه التصريحات الإيرانية المسيئة للبحرين، وقرر قطع علاقته الدبلوماسية مع إيران. طبعا هذا يؤكد مدى تضامن الرباط مع المنامة، ومدى تضامن المنامة مع الرباط في جميع الموضوعات. نعم. أما على المستوى الاقتصادي كذلك لدى البلدين مزايا وتسهيلات تعمل الجهات المعنية من الجانبين للاستفادة منها، ونجد أن الأرقام الرسمية تفيد بارتفاع التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ 334 مليون دولار في العام 2022، والبحرين تتبوأ المرتبة 32 بقائمة المصدرين الدوليين للمغرب، وهذا طبعا كله يعكس قوة التعاون الاقتصادي بين البلدين. نعم دكتورة جهاد، يعني كما ذكرتي التعاون الوثيق والروابط الوطيدة، يعني كيف تصفين هذا التعاون بين البلدين في مجال العمل التشريعي؟ طبعا فيما يتعلق بالعمل التشريعي، يعني أقدر أقيم أن التعاون التشريعي بين البحرين وبين المغرب بأنه مميز وعلى أعلى المستويات بين المجلسين في البلدين، إن كان مجلس الشورى والنواب في مملكة البحرين أو مجلس المستشارين ومجلس النواب بالمملكة المغربية. الدليل على ذلك ما يحظى به طلب البحرين مؤخرا للانضمام لعضوية برلمان البحر الأبيض المتوسط، من اهتمام ومن دعم من قبل معالي رئيس مجلس المستشارين المغربي السيد النعمة ميارة، والذي يشغل الآن منصب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط. أيضا هناك تواصل مستمر مع رئيس مجلس المستشارين بكل ما يتصل بموضوعات الأمن الغذائي في العالم العربي وأفريقيا، نظرا لكونه رئيسا للشبكة البرلمانية للأمن الغذائي والتي أشغل فيها موقع نائب للرئيس. دائما هناك دعم مستمر للمقترحات وللموقف البحريني من قبل إخواننا في المغرب أثناء مشاركاتنا في المحافل البرلمانية الدولية، وطبعا هذا يعني يعكس مدى الثقة والتعاون التشريعي الوثيق بين البلدين. نعم سعادة الدكتورة جهاد الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.